السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا عبر حساب تمركو، يا مرحبا بكم جديد. وعدناكم أن نتواصل معاكم بطرح جميع المقاطع التوضيح عناية النخلة، وهذا الوقت وقت موسم التنبيت. اليوم بنبت علج ويكون إن شاء الله المقطع واضح وشرح تفصيلي. أول ما نزيل منه الكفر، الثاني شيء نفتح العلج مثل ما تشوفون، ناخذ رمانة العلج من الداخل، تشوفون نقص الرمانة عشان العلج من الداخل يوسع في مجال يدخل النبات. المرحلة الثالثة نقص آخر الشماريخ وهو يمتن الحبة القصة، يكون العلج متساوي. بعدها يكون جاهز العلج عندنا حق التنبيت. علينا أن نفتح العلج وننزل النبات فيه بالتساوي، يكون يعني العلج من تحت يحصل نبات من الوسط وآخر العلج مثل ما تشوفون. قص الرمانة هنا وسع العلج، أعطانا مجال أن النبات يدخل وجميع الثمر عندنا في العلج يحصل على النبات. لمينا مثل ما تشوفون الشماريخ بطريقة متساوية على النبات، نربطه بالبلاستيك اللي هو الاستيك اللي نستخدمه للجلوس مثل ما تشوفون، بدل ما نقص خوص النخيل نيرح النخيل، فبلاستيك متوفر مثل ما تشاهدون. نغطي ببلاستيك، بعد ما نربطه بالبلاستيك نوثقه، نغطيه بالكرتون مثل ما تشوفون. الكرتون فايدته يحفظ الشبو داخل عند العلج، ما يطيره الهواء، يحافظ على الشبو داخل. كل زهرة تفتح تحصل نصيبها من بودر اللقاح وتسكر عليه، وتكون عيضة الثمرة شبعانه نبات، وبكرة الثمر يكبر معانا ويكون 100% بإذن الله. الشيء الثاني بتلاحظون